كل خميس عهد بيعدي علينا في حدث معين بنقف عنده وبنسأل دايماً ليه؟ غسل الأرجل. في يوحنا 13 بيسرد لنا كل اللي حصل في خميس العهد بطريقة رائعة، بيربط لنا ما بين محبة الله الإلهية والاتضاع، وهتلاقي كل دوت مكتوب في 3 جمل اختصار من عدد 1 لـ5. إذ كان قد أحب خاصته للمنتهى، قام عن العشاء وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ. هو ده اللي ربنا بالظبط بيبقى عايز يقوله لنا، إن المحبة الحقيقية بتتحقق بالاتضاع، والاتضاع بيتألق بالمحبة، والاتنين دولت هما اللي اجتمعوا مع بعض في نكران الذات، وهو ده اللي حصل وقت الصليب. ربنا كان عايز يبني الملكوت، وبنى الملكوت ده كان عن طريق الصليب، والطريق للصليب كان هو أساساً الاتضاع. برضو ليه غسل الأرجل؟ لو أنت عندك متاعب، لو عندك هموم، لو في حاجات كتير قوي حانية نفسك، أو لو أنت نفسك بتنزل عند الأقدام عشان خاطر أخوك، أو عشان خاطر تقدم تضحيات لناس كتير بدون مقابل، تأكد أنه وانت منحني عند الأقدام، أنت كتفك في كتف المسيح اللي نزل هو كمان عشان يغسل الأرجل. تأكد أن أنت نفسك هيبقى في نفسه، هتبقى أنت وهو مشتركين في عمل واحد. تأكد أن ربنا دايماً هتشوفه عن قرب بطريقة أوضح بكتير مما كنت تتخيل طول ما أنت عند الأقدام، لأن هو كمان مستنيك عند الأقدام.